عملناها بصلصة الطحينية مع اللبن. بدينا أول شيء في شوي الكباب في مقلاة سونا الهوائية. بعد ما خلصنا قطعناه وأضفنا البطاطا المقلية مع الكباب داخل صينية. حضرنا صلصة مكونة من لبن، طيبة وطحينية وشوية مي، عصير ليمون، ثوم، ملح، وكلنا غليناها مع بعض وأضفناها فوق الكباب. دخلناها على الفرن 5 دقائق ومن ثم قدمناها مع الأرز. الوجبة التوفيرية لهذا اليوم من نبيل بتوفي وبتشهي. يا عيني، كباب نبيل بصلصة اللبن وطحينية، كيلو كباب من نبيل، كيلو بطاطا مقطعة ومقلية، نصف كوب طحينية، كوب لبن من طيبة، ربع كوب عصير ليمون، ملعقة ثوم مفروم. نحتاج كمان لملعقة نشا كبيرة ونصف كوب ماء وملح وفلفل. طبعا طبق اليوم هو دائما بتسوى بطحينية، بس احنا اليوم بدنا نخففه مع اللبن. اكيد راح استخدم اليوم لبن طيبة. كباب اللحم البقري عبارة عن لحم مفروم كامل متكامل بإضافة البقدونس والثوم مع البهارات. نفرجيكم اياه من جوا. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفة ابو سمرة جاهز للطبخ. طبعا في نص كيلو هذا الباكيت، نصف كيلو من الكباب بشهي بوفي. نعم، يعني لو كل شخص تقريبا اخذ 150 جرام من اللحم الكباب، اذا هاي بتكفي لثلاث اشخاص هاي الطبخه، واذا كانوا مش اكيله لاربع اشخاص، وبالتالي هاي الوجبه بتكلف تقريبا ما بتجاوز الخمس دنانير لاربع اشخاص. شايفه الله يرضى عليه شايفه. اسمع، بخففوا عليك الصيام، هذا حطهن قبالك وتفرج بخففن عليك الصيام. طيب اذا الكباب عندي هون، الان رايح ابدا اشوي لكم هذا الكباب لليوم باستخدام المقلاة الهوائية لسورة. بنحط طبعا الكباب، ندخل الكباب مباشرة وراح اعطيه على، بس خليني اتيح اللي عندي شوي هون، نشغل طلعوا 180، 15 دقيقة بتكون جاهزة عندي حمرة ومقمرة ومن دون استخدام أي نوع من الزيوت. والله شايفين؟ هاي شغلة، هيها 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 هيها. إذن سمير، كباب نبيل صار في مقلاة سونا عم بنطبخ، بده ربع ساعة على حرارة 180، مقلاة روعة ولا أروع. وكباب نبيل واليوم شعارنا لهاي السنة بتشهي وبتوفي. الوجبة هاي بتكلفك بس 5 دنانير كاملة متكاملة، بتكفي لأربع أشخاص، وبالتالي وجبة عقد الإيد. هون بطنجرة راح أضيف يا سمير هالطحينية حتى أعمل الصوص المرتب زي ما شايف يا أبو سمرة. يا سلام. ومباشرة لبن طيبة نفتحه، كثافة عالية جدا، غير لا يحتوي على مواد حافظة، لا تمسه الأيدي، كله أوتوماتيك وصناعة مرتبة، كثافة عالية، مصنوع من حليب البقر الصافي 100%، والطعم اللي احنا بنحبه طعم ولا أروع. بنضيف إذن الطحينية، لبن طيبة يا أبو سمرة يا حبيب القلب. الآن راح أضيف من عصير هالليمون شوية صغيرة، رايح أضيف من هالملح، وكمان رايح أضيف حبة ثوم، هاي الثوم عليه كمان جوا. والآن راح أضيف قليل من النشا والماء وأرفعه على النار وأبدأ أغلي فيه هاي النشا. هاي كمان عندي شوي من هالمي حسب المقادير اللي أنا كتبت لكم إياها. بسم الله ما شاء الله، وتحريك على البارد الأول سمير، وبعدين نرفع على النار، تحريك مستمر يا أبو سمرة حتى يغلي عندي ويصير صوص جاهز. طبعا سمير، انا عندي هون الصلصه مجهزها وغاليها، شوفوا كيف القوام تبعها، قوام ولا اروع. فين اشم ابو هون؟ شم أجر بس يعني. فقط شم، فقط لا غير. ايها الصائمون مثلي. طيب فرن قلبه، يا الله ما هيك ريحه طحينيه. فرن قلبه الان حرارته 180، جاهز استقبال يا رب كباب نبيل الطيب وكمان البطاطا والطحينيه المرتبه. بنضيف البطاطا عندي هون انا مقليه،
لو ربا هون بتقول لك شوي يا سمير، بتقول لك شوي. انت وين رايح؟ ومنضيف كباب نبيل اللي احنا طبعا شويناه. الله، شايفين يا حبايبنا كباب بشهي هاي الوقت. تخيلوا هاي الصينيه حتكلفكم 5 دنانير فقط، فقط لا غير، بتشهي بالطعمه بتوفي 4 أشخاص. من الدادا جروب على حرارة 180 بدي ضحى بس ل5 دقائق بس تغلي ولي وحدة وتقدم مع الأرز بالشعرية أو الأرز الأصفر، الرز اللي عندكم بالدار. وأنا اليوم عامل رز أوريدي إن شاء الله، نعمل له هزة صغيرة يا أبو سمرة. هيك لا 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 أبو سمرة، مش هيك مش هيك أبو سمرة، مش هيك يا أبو سمرة. أوكي، فرني جاهز الكهربائي، فرن قلبة مباشرة، نحركها شوية مندخلها على الفرن بس غلوة واحدة حتى تاخذ النكهة. شوف قديش الصوص ثقيل وكثيف، اشي كثير مرتب. حاضر حاضر يا عيني. احنا يلا على الفرن، بسم الله الرحمن الرحيم. حاضر يا معلمي، جاهزين اكيد. عبد الله خليفة استاذ بسم الله راح تفطر منها اكيد 100% 100%. قبل ما نطلع فاصل يا ابو عون، قديش راح تقعد بالفرن؟ تقريبا بدها الربع ساعة، 10 دقائق مش أكثر من هيك، لأنه كل شيء مطبوخ فيها، بطاطا مقلية، الصوص جهزناه ومطبوخ، وكمان كباب نبيل أكلي بتشهي بتوفي إن شاء الله.